تستمر الانطلاقات، نستمر مع حضراتكم في هذا الانطلاق المسائي، نستمر مع أشواط الحقائق ومسافة 3 كيلومترات، حيث ننطلق اليوم في هذا المساء مع 20 شوط رصدت لإكمال مسيرة الحقائق. 50 شوط اللي خصصت اليوم في هذا المساء في هذا التحدي. لا يفوتنا في هذه اللحظة الترحيب بسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني الذي حضر في هذا المساء مشرفا ومتابعا لانطلاقات وتحديات هذا السباق المحلي 9 كعادته دائما. ابو عبد الله، نستمر مع المركز الاول. هذا الشوط الخامس ينطلق ويندفع، وهذه براقه على المركز الاول. فهيد بن علي بن فهيد آل زبدان المري مع المركز الاول ينطلق على المركز الاول، شعاره والغاريه على المركز الثاني. عبد الله بن سعيد بن مبارك بن محمد الغيلاني احد ضيوفنا من السلطنة على المركز الثالث. هذا الشعار الحفار من واقع الشعار غزوة، وحمد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري مع المركز الثالث ورابع المراكز. المركز الرابع الرقم 10 وهي الشهنية محمد بن غدير بن عبيد الكتبي أحد ضيوفنا من الإمارات. والمركز الخامس الرقم 5 تنطلق مزاحة محمد بن حمد بن جار الله المري أحد ضيوفنا من الكويت. هذه المراكز إخواني المتابعين، نرحب بكل الضيوف الحاضرين من أبناء الخليج المشاركين في ميدان الشحنية، حيث يفتح ميدان الشحنية أبوابا لكل المشاركين من الخليج، لكل الحاضرين من إخواننا من الخليج، من المملكة، من الإمارات، من السلطنة، من الكويت. كلهم نرحب بهم أجمل ترحيب في ميدان الشحنية. وهذه الانطلاقات المميزة وتحديات هذه الرياضة العربية الأصيلة. لا زالت القيادة إخوان المتابعين مع براقة على المركز الأول، فهيد بن علي بن فهيد آل زبدان المري على المركز الأول ينطلق به في صدارة الشوط. المركز الثاني وهذا الشعار الحفار ينطلق مع انطلاقة غزوة الغازية للمركز الأول الباحثة عن الناموس من خلال تواجدها بالمركز الثاني واقترابها من المركز الأول. الدوحة قادمة، شعار بن مريزيق محمد بن راشد بن عبيد بن مريزيق المري مع المركز الثالث ورابع المراكز. تتحرك حربة هادي بن سالم بن راشد بن لفجح المري. والمركز الخامس ينطلق وتنطلق اعلان ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي احد ضيوفنا من المملكه العربيه السعوديه، قادم للمشاركه باحثا عن تحقيق ناموس جديد في هذا الموسم بن مذكر. الله، اللحظات الاخيره، هذا هو الكوع الاخير نحو خط النهايه واهالي بشاير المنطلقين والمندفعين، ولكن الشعار بن لفجح قادم. شعار بن لفجح، يا سلام، هادي بن سالم بن راشد بن لفجح المري مع المركز الاول يحاول باللحظات الاخيره، ولكن الخطيره من الجانب الاخر شعار بن مذكر مع المركز الثاني. واعلان اعلان اعلان اعلن لكل المتابعين ان تعدينا لوحه ال 300 متر الاخيره، وانطلقت اعلان لتهدي لاهالي العاصمة المقدسة هناك مكة المكرمة. يهديهم شعار مذكر، شعار ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي مع انتصار إعلان وفوزها بالمركز الأول. تهانينا والناموس لمالك إعلان ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي على انتصار وفوز إعلان بالمركز الأول وحصولها على الناموس. ميعاد احتلت المركز الثاني لحمد بن جار الله بن محمد الفريد المري. المركز الثالث وصلت حربة لهادي بن سالم بن راشد بن لفجح المري. المركز الرابع الجازي لراشد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي. وخامسا احتلت المركز الخامس الجودة لحافظ بن عيد بن مرعي الزمهري.
تهانينا والناموس ل أشقائنا بالمملكة العربية السعودية وشعار ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي. التوقيت الزمني 4:33 74 جزءا من الثانية. توقيت إعلان صاحبة المركز الأول تهانينا والناموس يا القرشي. المركز الثاني 4:34 68 جزء من الثانية. توقيت صاحبة المركز الثاني هي ميعاد لحمد بن جار الله بن محمد البريد المري. وصاحبة المركز الثالث وصلت حربة لهادي بن سالم بن راشد بن لفجح المري. توقيتها الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 4:36 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.